شرفها قصائدها واجد وقصصها عريضة طويلة. والله يرحم سلطان اللي أعطاني أول مرة. الله يرحمه. هذا من أول اسمها على العزلة. يوم ابن حميد أخذ الوادي اسمها من ظهر العزلة. من وراء الحس الوادي هذا ومن جاء العزيز ومن تحت ريع من فرع ريع وسمونها العزلة. ويوم جاء ولا معي بئر هاك الحين تحت الوادي عندها. قال بئر هذه الضلع هذه وش اسمها؟ قلنا هذه اسمها العزلة. قال لا لا هذه نبي نسميها مشرفة العقيق. قلنا تم هذاك الله. هذاك ويعطيني على هورقة. جزاه الله خير. سمعت ولا لا؟ ويعطيني على هورقة واشتغل فيها. المهم اللي جاب يقصص عرض طوال. يوم جاء هاك اليوم العيال يقولون يا ابوي حنا لقينا لك وحدة. يا ناس. يا سلام. يا ناس. يشغلونك عن مشرفة. يا ناس. اكيد انت تحت راس بندر الله يجزاه الله. الله الله. سمعت ولا لا؟ قلت طلب لأمكم. قالوا مرة زال عندنا. يا ولد ما شاء الله عليك. وأنا أقوم ونعلج بالمجلس وأنا ألبس الغترة غترة بابا والعقال وأنا أروح للمراية. ويوم أني حطيت وجهي على المراية اللي السنون متجلعة والشعر أبيض. يا سلام. قلت أصبر أصبر وأنا أقوم. قالوا تجوز. قلت ماني مجنون. ايوه الراس شايب والسنون ارقلن شفي صلاة الصبح وابليس ملعون واتبع نياقي والحوير يحن وكيف لا محرق ولا هم مطحون ومصلح الشايب ونجره يدني في مجلس ما فيه لاعن وملعون والعود الازرق فيه ريح يبني وفيها النشامة بالسوالف في سجون الطيب وفيها النشامة بالسوالف في سجون اللي يرد يقاف واللي يغني ولاني بناسي مشرفة درة الكون اللي قام شي ولا يحن ويوني تسوالها عندي 30 مليون غصبا على الحساد وهل التمني وصلوا على المختار اللي تصلون على نبي الخلق انسن وجني. صح لسانك ابو خالد. هذه واحدة والثانية رديتها فيها وابن حميد. ايوه سلطان ابن حميد الله يرحمه. الله يرحمه. هي من اول كان يجيها خط من يم الحس من وراء ويدخلوا سدوها عليه بالشيولات والتراب. وقلت الأبيات في سلطان. قلت بسم الله المعبود ذكرهم بديه طويل. سلام يا حر على كف داعيه. الأخرس قورة محكم من المسامير. ولد جهجاه اللي على الطيب رابيه. مذلة تلقى نموره مخامير. نجد اشداد ابوك وابوك راعيه. طير وجه الشرك من نجد تطير. يمير انا طالبك مطلب وعطنيه. قلت املا تمت عليك المقادير. انا علي صعيب ماني بقاويه. وانت عليك بلاش يا سالم الزير 20 متر من يمة الحسك باغي من شان احط مدخل للمسايير المشرفة والاسعيد معه يسوق بهالسيارة والدراهم مع سعيد ابن خزام قال يا سعيد. قال نعم. قال عط ابو خالد 10,000 وقصيدته وكلامه يسوى اشكال والشيء ولا اتودرك ترى تجي الحين وتفتح الخط حق مشرفة الله يرحمه ودقنا ب10,000 الخط ويسلحوا لي الخط يطلع لي راس الله يرحمه. الله يجزاك خير ابو خالد. الله يجزاك خير. الله يجزاك خير. يعطيك العافيه. صح لسانك. صح لسانك والله. وعتل شانك. صح لسانك يقول صح بدنك. صح بدنك.